مشاهدينا الكرام، يا هلا ويا مرحبا ومليون سهلة فيكم في الموسم الثالث من برنامج من الآخر. هذا البرنامج اللي نجح في موسم الأول وموسم الثاني وحصلت نسبة مشاهدة جدا عالية، يرجع لكم مرة ثانية بضيوف جدا مميزين وبحلقات جدا مميزة نوعدكم إياها أنا وزملائي اللي موجودين معاي في الاستديو. حلقتنا لهاليوم بتكون سهرة فنية بامتياز، فيها بنستقبل ضيف غير عادي في الغناء في جلسة مطولة، فنان مبدع ولو تكلمنا عنه من اليوم لين عقب 100 سنة ما راح نوفيه لحقه، مع الفنان الكبير عبد الله بالخير. بيكون ضيفنا العزيز معنا اكيد لهذه الليله، على امل نقضي مع بعض ان شاء الله سهره رائعه معاكم انا واصدقائي في الموسم الثالث. رحبوا معاي بولد بلادي بدر احمد البلوشي من الامارات. وفدا ابو شاهين من فلسطين. وعمر نصوحي من مصر. وهلا عياش من سوريا. وزيد ناصر من الأردن. وكيوت البرنامج مية سعيد من لبنان. والحين مع الفقرة المترقبة لهذه الحلقة وفقرة شخصية عامة. استاذ عبد الله وين ما بتكون موجود مثل ما كنا عم نقول عن جد بتكون البسمه هيك مرفقتك وبتعدينا، يعني نحن كلنا هلا مبسوطين كثير وكلنا مبتسمين. يعني انا كلامه هاي الجميل مش عارف اذا بقدر اقاومه يعني. الشعب اللبناني سكر عسل. لا تخبرني عنهم، خبرني عنهم. جنوب الكيوت. كيوت. واحد لما واحد بيشبه اي حد جميل يقول لي والله انت خدودك تفاح لبناني. هاي الفاكهه بس، هاي الفاكهه بس ما نزل على الناس وعلى الشعب. شو احلى احمرت البنت عشان هيك بتحب الاحمر. احمر صرت تفاح احمر. هاي لبناني تفاح احمر وانا لبناني صحيح. شو صار هالابتسامه الحلوه؟ والله شوفي انا الحين مو في وسطكم، محبتكم هي منعكسه علي، وانا عارف ان هاي لمتكم من اجلي ومن اجل اظهار فن جميل ومن اجل، فانا وهبت نفسي، فهمت دوري في الحياه، ان انا وظيفتي في ناس الله سبحانه وتعالى يخلقهم من اجل اسعاد ناس الاخرين. صح، من اجل اسعاد ناس فقط. يعني انا عندي فرح، زواج، نجاح، مناسبه عيد، ما اجيب هذا الفنان واجلس الناس واخليهم يطالعونه ويقوم يؤدي الدور اللي عليه وتطلع الناس مبسوطه، وانا اقول ما ايش رايكم، وكاني انا اللي عامل العمل ما كان هالفنان والناس تقول نعم كانت سهره جميله بسبب هذا الفنان. فانا عرفت دوري في الحياه وقمت امارسه، لازم انثر السعاده على الناس بابتسامتي. واحنا نعرف ديننا الكريم شو يقول، ان ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. شوفوا اني ما طلعت ابتسم، حاولنا هو يسكتني وانا مبتسم لاسنان، يقول لي يا عبد الله لسه اسنانك طالعه، عشان سوى اني اقلد الموناليزا. ها البلخيرو، البلخيرو والموناليزا عشان ايطالي. لا اوكي، عشان ايطالي. هذا طعمكم شريطي الجديد اسمه البلخيرو عشان ايطاليا كله. كله نعم، البلخيرو والموناليزا. ما قبلت الا ما يبين يكون في شيء احمر بالصوره. صحيح. لا وشوفي الخدعه موجوده السبحه. اي نعم نعم. وحاولنا يمكن ساعه ظني انا مع مهند عبد الله لسه اسنانك باينه، ما اعرف اسكت او يصورني. ليه حصلنا هاي ظني 1000 صوره طلعنا بها صورة شبيهة بالموناليزا، طبعا هي احلى. طب شو سره للاحمر؟ ها؟ استاذ عبد الله شو سر الاحمر عندك؟ ليش بتحب اللون كثير يعني؟ الاحمر له وايد قصص، له وايد قصص، قصة هزلية ثور في اسبانيا وانا قاعد في المجرجات وهو يهجم عشان على القماش الاحمر هذا، لفت نظري ليش يعني هذا الثور يهجم على هذا؟ بخلي الثور يكون اخير مني، انا بختار هذا اللون. يهجم على الحياه. يهجم على الثور ويموت. استاذ عبد الله هالشخصيه المهضومه كثير والقريبه من القلب والمسالمه، يعني كيف تحكي عن الفنانين قد ايه بتحبهم؟ كيف معقول تواجه حرب مع الاعلاميين مثل ما ذكرت؟ الاعلاميين لانه مو فنانين. الاعلاميين فقط ناس موظفين، وانتم شكل ما تلاحظون فتره ويفنش. صح. يطلع من وظيفته ويحل محل غيره، هاي لما ناس اداريين تخليهم يدورون فن مشكله وايد كارثه. انا لا ما يعجبني عياس وحاطين على ريل ويتكلم في الفن، لا 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 لا, لا هذا هذا لا هذا لا، هو ما له علاقه بالفن، لا يعرف ولا يقيم ولا يقدر، لا درايه ولا علم ولا معرفه ولا شيء، فقط وظيفه ويتحكم.
يشطب بورقه وينزل بورقه. في اعلامي قدر يجاريك بالحوار انه يكلمك في مقابله بينك وبينه وقدر يجاريك؟ ما عبد الله طبعا ما اتوقع. حرام عليكم ما سويت شيء بعدنا. ما اتوقع احد يقدر يجاريك بالكلام او يغلب. يعني هم تعرف في لبنان، مشاهير شكل ما انتم تعرفون، يجاروني في الاثاره. يعني هم لما يتكلمون بجرأة وبانطلاقة فأنا ما أقدر أبوح ببعض الأسرار الخفية طبعاً. فهم الحقيقة جريئين في هالجانب يغلبوني. معناته عندك أسرار خفية في حياتك عبد الله بالخير؟ كل إنسان عنده. طيب أنا رح أسألك سؤال سريع. لبنانية. ليش خبرت علي ليش؟ خلاص الحين طلع أسرارك. الفائزة بعرب آيدل كارمن سليمان طلع كتير إشاعات عنكم وصار في شائعة زواج بيناتكم، قديه صحيح هيدا الموضوع وقديه صحيح انك دعمتها كليا وصوتت لها بالملايين مثل ما سمعنا؟ انا كل هذه الاشاعات جميله وحبيت، بس مثل ما قلتي انت حتى بديتي الجمله من صدقك ان هي اشاعه، فانا تعجبني الاشاعات اللي من هالنوع. بننتظر الحين بعد العرب اي دل بيض بعد وخلوا لي بعد، يا ليتهم يعطوني كل كل حد جميل هاتوا. كل حد جميل طلع عليه اشاعه، ما دام اشاعه وبهذا النوع تجعل الناس تتساءل، تجعل الناس احيانا تنبسط واحيانا يثير عني خبر اني انا اشتريت وان انا عطيت وان هالشيء جميل. صيت الغنى تعرفون ولا صيت الفقر؟ اكيد طبعا. ايه فيعيبني. والله انا يعني اتمنى دائما يكون لي تعاون مع استاذ عبد الله. هو بصراحه يلفت انتباه الغرب لكوني انا عايشه برا، فبحس وانت يزيد انتشارك كمان بالعالم اكيد العربي. فهو بيجذب انتباههم انا شفت هذا الشيء بطريقه مش طبيعيه، فاتمنى انه احنا نعمل عمل مشترك بيشوفوا الغرب شوفوا قد ايه احنا عندنا ناس مهمين، قد ايه عندنا كاركتر زي استاذ عبد الله ما بيتكرر مره ثانيه، وان شاء الله يكون لنا عمل كثير مهم في الفيوتشر. هل اسميه جنون ان الواحد يترك يعني وظيفته الحكوميه ذات الراتب الشهري الثابت اللي كل شهر ممكن ينزل لك يعني الى رسوم كرتونيه؟ صراحه هذه مغامره قبل كل شيء. يمكن تعتبره بعض الاشخاص يعتبرونه جنون، وطبعا هذا اللي شافوه الاهل وهذا اللي شافوه الناس اللي يعرفهم اللي حوالي، بس انا شفته انه طموح اكثر من جنون. بس انت تقول لي انا من بدايه الرسوم الكرتون هني من هني بدت حياتي. نعم. فيعني هل اللي طاف من حياتك يعني كان ما يعني ما يعني لك شيء؟ في مراحل كانت تعني لي طبعا، وفي مراحل ثانيه لا تعلمت منها طبعا، اللي هي مراحل الوظيفه او الدوام مثل ما يقولون. الوظيفه كانت طبعا في بعض الناس يرتاحون للوظيفه اكثر يعني، وفي ناس يحبون الراحه او الاستدي بيتشك مثل ما يسمونها. بالنسبه لي انا لا، بالنسبه لي حسيت ان خلايا عقلي كانت تموت شوي مع الدوام اللي هو الروتين القاتل وعقب عاشت والوظيفة هذه يعني زي برمجة اجتماعية بصير الواحد يعني ما بيعيش لنفسه. يعني كلهم أطفال، هذا داخلهم كلهم داخلهم أطفال. لو تشوفهم عادة قبل التصوير يعني بيبي يعني يلا يا بدر يلا يا ها. لا طالع في جملة أنا دوم أقولها، أنا أقول كل واحد داخله طفل، وإذا مات الطفل هذا يموت الشخص اللي الشخص نفسه، فلازم تخلي الطفل هذا حي. حلو. الطفل اللي فيك حي حي ويلعب يلعب وكل شيء مستانس. ولما يكبر ها ولما يكبر الله اعلم، اذا كبر يصير خير بعدين نشوف. خالد عم تحكي لنا عن شغفك للانيميشن والرسم، وذكرت انه الرسم اسمه المانجا او اللي هو نوع الجرافيكس، فيك تخبرنا عنه اكثر او تشرح لنا شو هو المانجا؟ المانجا هذا نوع يسمونه الرسم الياباني، رسم الكرتوني الياباني يسمى مانجا. طبعا هذا بدأ في اليابان، هذا تقريبا كان عبارة عن وسيلة اتصال أكثر من ما هو عن قصص مصورة أو رسوم أو من هالنوعية. هذا كان يستخدم في كل المجالات من ناحية سياسية، من ناحية
تحفيزية للناس وقت الحروب والأشياء اللي نفس هذه، فكانت الرسومات هذه تشجع وتحولت طبعا إلى طريقة القصصية وسميت المانجا جزء من ثقافتهم في اليابان يعني. طبعا أكيد هو بيشبه البوكيمون هدول اللي كنا نشوفهم، يمكن أول شيء وعينا عليه لما هي هذه. صحيح صحيح بوكيمون. البوكيمون وفي أشياء ثانية لو وعينا عليها طبعا، ما أدري أنا عادي إذا تذكرونها جريندايزر وش هذا جيلكم أنتوا جيلكم إحنا ما نذكر. الموضوع بسيط يعني، أنا مش مجالي ميكانيكال، ما أعرف شيء في السيارات عشان أكون صريحة. شفت تقرير عن بنت انولدت من دون أطراف علوية، وشفت كيف إنها يعني تتعايش وتتأقلم في ظروفها، بس إنه خطر في بالي موضوع السيارة، قلت ليش؟ زين كيف الفكرة هاي عندك تحولت من الورق اللي قاعد تكتبين فيه الفكرة إلى تنفيذ الاختراع؟ عند أنا عنادي يعني إصرار يعني إصرار، لأني أنا لما قدمت المشروع للدكتور ما عجبه وأحبطوني صراحةً. بغيتي تكسرين راسهم واو وسويتي. يا ريت لو كل البنات من اليوم ورايح بنعاند ونكسر راس منه ما قال غلط ولا، وبنسوي شيء حلو. تاخذ بدر معك، تاخذ بدر معك. لا عزلا المشروع بيفشل. لا الاختراع لا لا لا. مين اللي دعمك طيب ومين اللي آمن فيكي؟ لو الدكتور ما حبش الفكره اكيد في حد الناحيه الثانيه هو اللي امي مامتك. الله يطول في عمرها يا رب. دعمك هي موجوده معك والدتك ما هيك وبترافقك دائما وكثير فخوره فيكي يعني، بتضل تحكي عنك كل الوقت. سلمت عليها قلت لها انت وين يا بتنا. ازاي الاختراع ده ممكن يوصل ان هو يكون حاجه على ورق لان هو حاجه تتنفس فعلا؟ يعني ايه المراحل اللي عديتي بيها اصعبها مثلا؟ هو كان في البدايه لازم انت يقتنعوا بالفكره مالتك عشان تتسجل، بس اني انا يعني اصمم شيء كان شوي غريب، ان مجالي انا مش في الميكانيكا انا معماري ادرس، بس اني لازم اجيب لهم فكره مقنعه، وبصراحه هم ما اقتنعوا قبل لا اطبق المشروع يعني. كان لازم بدي اخذ معك وقت لتطبيق. تطبيق ايه سنه تقريبا. هي رأيت السياره هاي بس حق الناس اللي محتاجين لها، ذوي محتاجين الاطراف العلويه بس. عم بسال فأحيانا انا يوم اسوق السياره مرات انسى ايدي وايدي على التليفون واسوق لا والله انا مريضه اكون يعني انا يعني ما بتصنعين لها شيء المثال السيء لشيء. بس لا انا كانت الفكره أنا كانت البداية إن أنا ليش مقتنعة إن إحنا نقدر نسوق من دون اليدين؟ لأن إحنا وايد سويناها قبل، خلينا نكون صريحين. قبل لين الحين؟ هي يعني إنه بطريقة غير قانونية يمكن، بس لا إحنا نحب نكون قانونيين صراحة. خير المرور المرور ما يتابعونا لا تخافين. لا لا لا, لا يعني يا ما عدلنا ميك اب وكلنا وشي يعني. ومسجات تبعت تكست مسج. أكيد. بس بيجي الميك اب بالأول. طبعا. طيب هيدي السيارة قيادتها بتشكل خطر، وهل هي سهلة أو صعبة؟ لا سهلة يعني، حتى لما أنا كنت أسوي الديزاين كنت أفكر في المسافات الطويلة، في الطرق الوعرة اللي محتاجين الفوايد فيها، أن يعني الجسم يعني الشخص السائق ما يبذل مجهود عضلي كبير عشان يكون مريح. خبريني عن يعني تعاملك الدائم مع الفنان علي الديك، تعاملاتك الدائمة معه، شو سر هذا التعامل وشو سر هذه الديوهات اللي تقدميها دائما معه؟ صراحة أنا بحب الفنان علي الديك، كان من الفنانين المفضلين عندي. نهار بدق التليفون برفع السماعة ألو، بقول لي كرمالك لعمل ناطور وانتر بابا البناية حتى شوفك يا دادو على الطلعة والتعداية، قلت له هيدي هي. عرفت طبعا صارت أغنية صوت الأغنية. ليش تركتي عالم الأزياء؟ طبعا عالم الأزياء مارسته وصلت فيه على آخر شيء فيه، وصل له بميلانو عرضت أزياء بميلانو وصورت دعايات برا لكبار مصممين له يعني وقت معين. لقيت انه انا بحب اصلا المسرح وبحب مثل وبحب غني. عرض الأزياء طبعا عادة الأزياء بتكون صامتة يعني كل شيء مايمك يعني، بس تفرجوا على شكلي انا ما بدي اتفرج يتفرجوا بس على شكلي بحب يسمعوني، ولهيك بحب صوتي يوصل بالتمثيل والأغاني. يعني شكرا.
دخلت قلوب الناس بسرعة البرق، فهي غنوجة وحلوة، وأضيف فوق هذا كله وأقول إنها أيضا موهوبة. تلقت العروض الأولى منذ أن دخلت الجامعة لتتخصص في مجال الإخراج والتمثيل. هي تعتبر أن مسلسل أول مرة هو وراء شهرتها العملية، وحلوة وكذابة هو وراء شهرتها الجماهيرية. خلينا مع بعض نرحب بضيفتنا ونشوف هل دليدة خليل كذابة ولا لا. خلينا نرحب مع بعض ضيفتنا لهذا اليوم الممثلة دليدة خليل. هلا مرحبا فيك، نورتنا، مرسي لك، تفضلي. يعني احنا سمعنا صفات يعني عنك، فحابين بس نتاكد منها. مسلسل حلوه وكذابه، يعني هو كان العمل اللي ما شاء الله من خلاله يعني انشهرتي جماهيريا، فمن ناحيه حلوه فما شاء الله عليك يعني تبارك الرحمن، ولكن كذابه يعني في الحقيقة في المسلسل. هلا مخففة ومركزة شوي على السرقة. ها في دورك ولا هي؟ هذا ضروري. اللي عنده شيء خشه، اللي عنده شيء خبيه، جمهور أي تليفون أي شيء يخطه في جبكم. ضب ضب. شو مخففة؟ أنت كنت ثقيلة يعني؟ كنت أثقل من كذي؟ مخففة كذب ومركزة على السرقة وأشياء ثانية يعني. وليش مخففة يعني؟ هذه مهارة. ما في كله مع بعضه، بدك يعني ما في لحتى الناس ما تنتبه يعني. شوي كذبه بيضه يعني، تقول لك ما في لحق كل شيء يعني، شوي الكذب شوي السرقه. ممكن لا انا بالمسلسلات متفقين انه انت حلوه، هاي متفقين عليها. مزبوط. باول مسلسل حلوه كذابه كنت كذابه، بحبيب ميرا صرت تسرقي. مزبوط. والقتل ان شاء الله متى؟ قريبا. اول واحد راح تكون عيدني. شكرا جزيلا. ممكن هي اللقاء الحين. انت قلتي في احد مقالاتك او مقابلاتك ان كل انسانه تتمنى حبيبك، شو الموضوع؟ بعرف ما خصك. لا لا لازم ابغى جواب. لا يا عبد الله ما خصك، ما خصك فيها، ما خصك. اوكي جاوبي علي، انا سالت السؤال. ليلي شو موضوع؟ شوفي شوفي يعني انا ما بحب المواضيع الخاصه على الهواء ابدا ابدا. زها مو موضوع خاص، بس بكل مقابله بخبر قصه حياتي. وصفات رجل احلامك. بيشبهك يا عبد الله. اوه حلوه. لا تخجليني. دليدة انت شاطره في تسكير المواضيع. لا صراحه دليدة غير كرامة عبد الله، انت مو كذابه، انت فعلا صادقه. لا بس والله جد على محمل الدراما، كم يتقاضى الفنان او الفنانه اللبنانيه حاليا في لبنان؟ قليل قليل. ايه وخصوصا هلا اذا انت عم تصور سبورتنج رول ولا مين رول، اكيد بيختلف الاجر يعني بين الممثل والثاني، وكمان بيختلف اذا كان هاوي ولا كان خريج معهد مثلي. فكيف بلشنا اكيد تختلف الاجور عن هلا، يعني بلشنا من 300 400 وصلنا هلا الحد الماكسيموم بلبنان، يعني ما بيطلع عن 800 او 1000 اذا بدك للشخصيات الرئيسيه يعني. هالقد بس عندكم يعني، اذا بتعطوا عندكم اكثر بجي بصورهم. حياك الله. عم تحكي بالحلقه الواحده يعني 800 ل 1000. دليدة انت كثير براتي بالتمثيل، بس بدي اسالك، انت من انت وصغيره كنت بتتخيلي حالك تطلعي ممثله؟ كنت تحلمي بهالشيء؟ ابدا. كنت شاطره على شيمي ولابوراتوار وبيولوجي، يعني كنت خط ثاني علميه. ايه خط العلمي اذا بدك. كنت شاطره بالمدرسه كثير كمان، كنت الاولي بمدرستي، دائما منشون، دائما علامات. افلام وثائقيه. ما بعرف كيف رحت على هيدا الدومين يعني. افلام وثائقيه ابدا ابدا. يمكن شخصيتك لانه عن جد هيك فرحه كثير وبوزيتيف. هلا هن اصحابي من انا وصغيره بيقولوا لي انت كثير رح تصيري فيمس ورح يحبوا، قد ما بحبوني الانتوراج تبعي المحيطين فيي يعني، بينبسطوا فيي، بيقولوا لي انت بدك تصيري حدا كثير مهم وهيك هيك، ما انه اخذ. على سيره بداياتك، من هو او هي استاذك الاول في التمثيل؟ يعني مين علمك؟ مين تعب معك في التمثيل؟ ومين هم الكبار الممثلين اللي انت بتطلعي لهم يعني كرول موديل يعني او كمثال لإلك؟ هلا اساتذتي بالجامعه كلهم يعني كلهم ايدلز لإلي يعني، سمير حبشه، بهيج حجاج، جابي يمين، شو بدي اسمي؟ معروفين يعني في هذا المجال طبعا. كتار. بس في ممثلين اساتذه في عمر يعني ساعدوك؟ ممثلين زي دي منتور ديو يعني انه علموكي المهنه خلال التمثيل؟ تمام.
بالجامعة ما بيكون عندنا كتير اكسبيرينس الا اون ستيج، يعني المسرحية اللي بنقدمها بالدبلوم او الفيلم اللي نحن بنصوره باخر السنة، بس نطلع برات الجامعة بنحس حالنا بمطرح تاني. يعني بديت انا في مجال الروبوت حوالي من تقريبا من 2007، من اول ما دخلت مثلا كلية التقنية، قلت ليش ما ادور شيء مختلف، شيء جديد، مو بس ان احساس انها يعني انجح في الدراسه، لا خصوصا اني انا ابدع في هذا المجال. فجد مجال الروبوت هو مجال اقرب اني اقدر ابدع فيه واقدر اني اطور في هذا المجال. وايد تاثرت برسوم الكرتون، يعني هذا ما كنت صغير هي ان رجل الي وكذي وايد متاثر. نعم هو سانشيرو، هذا البدايه جمارو ها نعم جراندايزر وماسنجر هذا يو بعدين اثرت فيهم على اساس نيتك بالك اسوي رجل الي. في الفكره هاي كانت في البدايه يطلق نار ويدمر وكذي، لا لا هي الفكره بدايه كيف بيوقف على كتفك طيب زي جمارو. هي الفكره في البدايه كيف انك يكون عندك روبوت يكون يسوي الحركات اللي انت تطلب منها، كيف انه يقدر تبرمج انت وتي. يعني في هذه الفتره كنا نشوف هذا شيء مستحيل وما راح يستوي، يعني احنا صغيرين الفرق بس حيوة. كان معي هذا يعني الفكره هاي كانت عندي، وكانت فكرة اني اكون مخترع في المستقبل دائما معي. طب شو اسمه البطل بعد ما سميناه اليوم؟ طب يعمل ايه؟ طيب يعمل ايه الروبوت؟ طبعا هذا الروبوت ممكن يسوي حركات كثيره بنشوف اليوم وياكم. بتقول له شو بده يعمل يعني؟ بالضبط. ما شاء الله مربي يعني ها. هذا الروبوت ممكن اتعامل معاه وايرلس، اتعامل مع مثلا روبوت ثاني اتعامل على نفس الوقت، اقدر اتكلم معاه فويس، في فويس اكتيفيشن. هلو 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 مستحي حرام. ممكن نقول مو فورورد تين رايت تين رايت. اسمع كلام ولد، اسمع كلام. تين رايت موف باكورد تين ليفت اوكي تين رايت ناو. اوكي لا مؤدب مؤدب. بوش اب لا. يتحداني هذا بيكسبك ده بدر يتحدى نزل يلا. تحت مفهوم. انا لاحظت انك عم تنتج اغانيك هلا في الغرب. اكزاكتلي. شو الفرق، شو الفرق بين الانتاج العربي والانتاج الغربي؟ اول شيء انتاج الموسيقى العربيه وانتاج الموسيقى الغربيه، او انتاجها في العالم العربي او في الغرب؟ يعني لا انت عم بدي افهم سؤالك مزبوط، انت عم تحكي عن الموسيقى الغربيه ليه ما بنتجها بالوطن العربي؟ ليه ما بتنتج ان ذا ميدل ايست يعني ريجنالي؟ يعني ليه طلعت برا تنتج؟ لانه يعني هيدا شغلهم، انه انت ما فيك اليوم تروح لعند بروديوسر بكاليفورنيا تقول له اعمل لي موشحات. It wouldn't like you know ما doesn't make sense. يعني هو هيدا الماركت تبعهم، هيدا شغلهم. They know better. They know better بالنسبة للإنجليش. بس في عنا ساوند إنجنييرز وعنا استوديوهات متطورة، وفي مدن زي دبي في تالنتس عالمية بتيجي على دبي بتصير تنتج هون لوكال. يعني ممكن يعني الأجانب بيجوا هون ينتجوا. شوف في دي جيز كتير عرب بيطلعوا بيكونوا عرب صح. وبيكبروا ويوصلوا للعالمية من productions. من production local يعني. لا وبعدين أصلاً هو كذي ولا كذي دائما يقول إن أنا ينقصني الدعم. فإذا أنت فعلًا ينقصك الدعم عيل. كيف اندعمت ووصلت يعني؟ أنا إمتى قلت ينقصني الدعم؟ إن الفنان دائما ينقص الدعم في البداية، بداياته ينقص إنه هو يكون يعني فنان مدعوم من شركات إنتاج تطلع ألبومات يسوي أغاني وغيره. فمنو اللي دعمك عشان توصل للمكان أول شيء؟ بس بدي أجيب على سؤال إنه بالميدل إيست عم يطلع كتير دي جيز وناس عم يعملوا شيء كتير إنترناشونال برا. يمكن أنا بحلم بشيء أكبر بكتير من اللي كل اللي عم يعملوه بالميدل إيست. أنا من الأول يعني من وأنا وصغير حبيت فوت هوليوود، بنص هوليوود بنص الماركت، اشتغل مع اي كلاس بروديوسرز بهوليوود لبلش لاعمل البوم اللي ان شاء الله وان داي انت عم تنتج بكاليفورنيا. I'll get a chance يعني. I'll get a chance to get it. فانه اعمل بوم من كاليفورنيا if you make it there you make it anywhere. حلو. بس انه اكيد في مئات والوف الدي جيز والفنانين اللي عم يعملوا ميوزك كتير حلوه و they're really artists يعني فنانين كتير شاطرين، بس يعني I'm sorry to say انه they get nowhere لانه الموضوع مش غنية حلوة، الموضوع مش صوت حلو، الموضوع مش شكل حلو، الموضوع اكبر من هيك بكتير. الموضوع دعم اكبر ميوزك تلفزيونز بالعالم مثل let's say MTV NRG هو هيدول كلهم. اذا بدك تفوت بالسوق العالمية تتمني اسباب الشهرة. اكزاكتلي كمان رخص بكلمة العالمية شوي لانه كل حدا بالميدل ايست هون، وانا بتمنى الكل يطلعوا ويوصلوا للعالمية. انا ما عم اقول شيء ما ينفهم حكي غلط،
بس بيقولوا العالميه 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 اكبر من هيك بكثير. يعني لا انا وصلت ولا وانا ام سوري تو سي ذس، اللي وصلوا للعالميه من الميدل ايست بينعدوا يمكن بهيدول بهي او بي يعني العالميه اللي عن جد بالبوب ميوزك اليوم عم نحكي عنه. Underneath the shooting stars, feeling like we've come so far, didn't realize you did not feel the same. You're killing me. And every time I see your face, I can even look the way, looking in the atmosphere. I don't know what we have here. Cause baby, you're gone. And I feel like my world is crashing down, and I can't keep my feet on solid ground. Hear me out. Help me out. I want you to know. انا يعني جدا مستغرب من دخلتك، يعني انا توقعت ان رجل اعمال وشيء يعني واو، فمن دخلت علي ما شاء الله. انت كم عمرك؟ والله انا عجوز بس انا شكلي صغير، انا 40 سنه. 40 سنه؟ 40 سنه. 40 سنه رجل اعمال ما شاء الله عليك. لما توصل ال 60 شو بتسوي؟ اتقاعد ان شاء الله. الله يعطيك طول العمر يا رب. بس اكيد في شيء سحر بالمي اللي بتشربه لانه ابدا مو مبين. هي والله جينات من الوالد والوالده. ما شاء الله. الجينات انه انتم ما شاء الله شكلكم ما يكبر ابدا. ما نكبر ابدا. وبرضه حطوا الخلطه السحريه هاي يا جماعه الخير عشان ما نكبر. في البدايه قول لي، يعني انا انت ما شاء الله اذا بديت في عمر صغير الى الان، فشو الانجازات اللي انت قدمتها خلال الفتره هذه كلها تحس في هذا العمر؟ يعني هو اول حاجه الفضل يوصل يرجع لاهل والدي ووالدتي، عرفونا على اداره الاعمال من زمان، من عندي 9 سنين او 10 سنين. والدي كان عنده مشاريع كثيره فكان بيعرفنا كثير على مشاريع. مامتي برضه كان عندها مطاعم بتديرها كثيره برضه بتاعتها، وانا عندي 19 سنه بعت المطاعم بتاعت مامتي لماكدونالدز في مصر وطلعت على امريكا عشان اكمل الجامعه. فده كان بدايه المسار اللي انا ابي كنت عايز اطلع ممثل. بعدين دخلت في الموضوع ده لقيت ان اداره الاعمال شيء مثير. لا انت تقول الحمد لله انك ما مثلت. الحمد لله ربك انك ما مثلت. الحمد لله. وتميت في اداره الاعمال. ممثل فاشل اكشلي. لا بس خبرتك يعني يعني من فتره طويله انه اخذ فلوس امه وفلوس ابوه دار وراح ورجع، فاخذ خبره يعني من حياته. يعني فعلا بلشت على عمر صغير بهالنجاح. يعني والله الفضل لله طبعا، بس لما بتبداي البدايه صعبه بتبقى النجاح يعني بيبقى له طعم احلى. لما وصلت امريكا يعني انا دفعت الجامعه بتاعتي وكنت بشتغل فول تايم وبدرس بالليل او العكس، قعدت شويه عشان اخلص. بس لما فعلا الواحد بيبقى عايز يتعلم حاجه ويبقى في طموح بيبقى احسن، انه يعني بيبقى في هدف بتقدر توصله بيبقى ليه طعم احلى. كنت بشتغل ببنوك، اشتغلت 10 سنين ببنوك في امريكا، من كونسيومر بانكينج، كوميرشال بانكينج، انفستمنت بانكينج. بعدين درست الاقتصاد، يعني درست اداره اعمال واداره ماليه. ولما تميت 30 سنه قلت اخويا، عندي اخ توام، فلو شفتوني في الشارع وما سلمتش عليكم في الشارع. بالضبط يعني، بس يعني في اختلاف سنه بسيط. في اختلاف في مجال يعني تبدلوا. هو ماركتنج دايركتور لجنرال موتورز بالشرق الاوسط. اوكي ما شاء الله. كمان هون الجينات لعبت معكم. ما هو يعني هو يعني دايما بنمشي ورا بعض. فهو كان موجود بامريكا وبعدين ما راح، قال لي انا هسافر دبي بعديها بسنه. لحقته. كنت فايس بريزيدنت ببنك بامريكا، وبعدين خلصت البروجكت بتاعي، كنت على بروجكت، قال لي تعالى دبي. كانت 2004، فجيت 2004 وقدمت، قلت بقى فايس بريزيدنت في امريكا وتعليم وبتكلم لغه عربي، فاكيد هلاقي شغلانه سهله في الامارات. المهم دخلت اول انترفيو قالوا لي انت مش ما ينفعش، انت عندك 30 سنه تبقى فايس بريزيدنت، انت كذاب. قلت لهم حط اسمي على جوجل، وقمت من الانترفيو يعني. وبعدين انا واخويا اتكلمنا مع بعض قال ما تيجي نأسس الشركة، قلت له يلا أسس الشركة. فبدأت شركة أكسل أريبيا. فأمريكا يعني
علمت الواحد كتير، علمت الواحد الاندبندنس او ازاي تعتمدي على نفسك، ما حدش بيغسل لك هدومك، ما حدش يدفع لك الرنت. تعلمت الطبيخ يا عمر؟ اتعلمت الطبيخ. العيله كلها، ما هي الوالده عندها مطعم تلياني فالعيله كلها بتعرف تطبخ. انا دارس ماركتينج زين، بروحي اخترت هالشيء. قبل كم من سنه طبعا يعني يوم انا صرت ادرس دارس برع البلاد، فيوم انا صرت ادرس ما كان في هالاهتمام اللي تشوفه الحين هالايام بالفنون، بفنون وثقافه. انا اعتبرتها هوايه، اعتبرت الفن هوايه والدراسه هي للشغل او للرزق يعني. بالضبط بالضبط. كان لهم علاقه الاهل هون يعني دعموك او كانوا ضد الفكره؟ والله بالعكس، ما منعوني من اي شيء. ما حد فيهم كسر لوحه من لوحاته؟ لين الحين لا. ان شاء الله ما يكسرون. لا ان شاء الله. لا تعتقد انه راع عليك بعض يعني العلم في مجال الفن؟ يعني الواحد لما يتعلم الفن في المعاهد وفي الجامعات بيتعلم اصول الفن، يعني باعتقادك ممكن الواحد يصير فنان بارز بدون دراسه طبعا فن؟ يعني بالفطره طبعا. يعني بالفطرة تخلق طبعا. فيه يصير بارز ويفهم. انا بقول طبعا يعني في من اكبر العازفين ناس في المزيكا وما يعرفوش حتى يفكوا النوته يعني، وبيلعبوا جيتار وبيلعبوا درامز وبيلعبوا بيانو. والفن والرسم كذلك يعني كرسام تشكيل. بس على سوري لا بس وعلى هالاساس انه مثلا في البدايه انا بروحي ما كنت واثق من عمري كفنان. يوم نعم. يوم ناس تسالني انها انت شو تسوي، فكل اقول لهم اني اشتغل وشوها، بس مو ما يبطاري الرسم والفن. نعم. ما كنت تتحدث عن فنك؟ ما كنت تتحدث عنه؟ لا ابدا ابدا. نعم. لان بروحي ما كنت واثق من عمري. نعم نعم. يعني هلا فول تايم؟ لا والله يا ريت بعدني. بس يعني بعدك تشتغل مع مين؟ اشتغل ويا الاهل، فعندنا بزنس فادام الصبح وارسم في الليل. طب كيف بتلاقي وقت توفق بين اثنين يعني؟ والله سؤال منطقي. بس ان شو اسمه اذا واحد مرغوب بهالشيء صح يفضل انه يرسم بدال ما ينام يعني مثلا. صح. بس حضرتك يعني تقريبا كل شهر بيكون في عمل، بيكون في معرض، وبيكون في لوحات من امضائك يعني اذا فينا نقول بتكون موجوده بهذا المعرض. قد ايه بتلاقي صعب انه يكون في على طول في افكار جديده، خاصه انه احنا يعني عندنا مشكله بافكار تكون هيك جديده وخلاقه؟ انا تبين الصراحه يعني اقدم على كل معرض وكل جاليري وشي، لان احب اتواصل مع المجتمع الفن اللي عندنا، ويعني طبعا يعني المتابعين يحمسوني اكثر. بس يعني مو بشرط لاني مشارك في معرض معناته انه شغل جديد. انا ساعات مثلا ارسم واخلي مثلا لوحات عندي في البيت. الحين مثلا اخر معرض شاركت فيه كانت عندي 3 لوحات، في منهم بس واحده جديده، بس لانهم يعني مثلا الجاليري شافوا البورتفوليو قالوا انه يعني حابين هالشغل فممكن يعني تكمل على هالشيء. بعد بس شي مره صار في توارد افكار، يعني رسمت لوحه وبعد فتره اكتشفت انه في رسام ثاني او في لوحه بتشبهها لحد بعيد؟ ده نحت ده بقى مش لا تقديد. ممكن لا لا هو فعلا يعني لان الهام هي من اي مصدر يعني ما تعرفين، فمثلا ممكن تشوفين صوره ولا منظر تلهم نفس الالهام لشخصين مختلفين. شو اغلى لوحه بعتها اذا بتسمح يعني تحكي لنا شو قيمتها؟ يعني شو كانت اللوحه وشو كانت قيمتها اذا بتسمح تحكي؟ بدنا نعرف قيمتها الماديه. بدنا نعرف يعني ترى بدنا كلام علمي يعني فوق ال 10000 درهم يا ريت والله علشان حتى الجمهور 5000 درهم ملايين حاب يشتري في يوم من الايام لوح لفنان تشكيلي تقريبا كم تتراوح اسعار الاف الدراهم عشان يعرفون يعني؟ هو بشكل عام يعني يعتمد واحد كيف يقيم اللوحه على مدى التاريخ. طيب بشكل خاص انت اغلى لوحه بعتها بدنا نعرف لما تضع سعر وتبيع وتنجح في بيعها يعني شو في سعر؟ بصراحه اغلى لوحه بعتها حوالي 15000 درهم. طيب 15 درهم برافو ما شاء الله. وقد ايه اخذت وقت منك لرسمت اللوحه؟ والله كانت كبيره في يعني معناتها على حجمها كان يعني مترين بثلاث يعني والله كلنا بنرسم ونبيع. صاير بهالايام هاي كثير من الفنانين او الفنانات عم يطلقوا اشاعات على حالهم لحتى يعملوا اللي هي الفري ماركتينج او الناس بتبلش تحكي عن هالقصه. شو رايك بهالموضوع؟ هل بعمرك انك مثلا انك رديتي عن اشاعه طلعت عنك او عجبتك الاشاعه أو انت طلعت اشاعه عن حالك؟ ولا يا ريت ما بعرف اعمل هيك. لو هيك لو مثل ما حضرتك تفضلتي وقلتي يعني كنت بتمنى ان يكون من هالفنانات اللي بيعملوا مشاكل مع العالم او مع بعض لينشهروا بسرعه اكثر. انا شهرتي كلها على اغاني ويمكن بيحكوا الناس على شكلي اوقات على لبسي هيك قصص، بس ما في مشكل مع حدا يعني. اوقات بفتش بيقولوا لي بدنا نستضيفك ببرنامج بس بدنا سكاندل فضيحه عنك. ما عندي يعني
انت شو رايك بالعالم اللي بيطلعوا اشاعات على حالهم، الفنانين اللي بيطلعوا اشاعه على حالهم؟ هي صارت مثل وسيله لحتى ينشهروا بسرعه، اذا عندهم البوم بدهم ينزلوه هلا ولا شيء. بس انا شخصيا ضد هالفكره. شخصيتك بتكون ضد على انك صحيح. تكذبي لحتى تعملي ماركتينج. طب اشاعه انك تجوزتي واحد موديل كان معك باحد الكليبات تبعتك؟ هي مش اشاعه، هي حقيقه. هي حقيقه. اوكي. طيب منك شايفتيها للحقيقه كده؟ ايه حقيقه. طيب هو تحركش فيكي ولا انت ظبطتي وعلمي؟ ظبطتي يعني تحركش احسن. تحركش فيكي يعني صرنا نحن سنتين الحمد لله، وان شاء الله العمر كله، وان شاء الله عقبال كل اللي عايزين. انا وعدنان عايزين بسم الله حلوه انت يعني دايما بس خلي علمني الطريقه. لا نحن تعرفنا بعض، هو كان بتركيا، كان مذيع بالقناه التركيه، وتواصلنا، هو انعجب بغنيه من اغانيه وصار في كونتاكت، صرنا اصحاب. بعدين نزل على بيروت، تعرفت عليه، قررنا نتجوز، وعمل معي الكليب وتجوزنا. يعني نحن انا وعدنان تجوزنا ب 10 ايام. شو حلو. سلاسل فضة على إيشان عيونكم، سلاسل فضة على إيشان عيونكم. أنا بمسي التماسي على القعدين على الكراسي، أنا بمسي التماسي على القعدين على الكراسي، أنا بمسي التماسي يا عيني على القعدين على الكراسي. والله لشلكم على راسي وعلشان عيونكم سلامات وسلاسل فضة علشان عيونكم، سلاسل فضة علشان عيونكم. ما إلو غنى عني حيدا الأسمر جنة، موضوع شخصي حاب اسالك فيه من ساعه قبل الهواء. انت قلت لي عنه بس انا فعلا مو فاهم منه، ابغى افهمه منك انت. انت قلت لي عطني انستغرام مالك، اعطيتك اياه فشفته برايفت، فقلت لي ليش مسوينه برايفت؟ قلت لك لان في ناس قاعد يضايقوني، فانا ما احب الكل يدخل بروفايل. اللي يدخلون بروفايلي هم الناس اللي عندي فقط، واللي بيتخلي يسوي فولو يعني. أوكي. فشو مشكله ان انا ممكن نسوي البروفايل برايفت يعني؟ هلا هو انا اللي عملته، هو شفت البروفايل تبعك وبروفايل كمان الكوهوست، سو هيك يعني في قصص حبيتها في قصص ما كثير حبيتها. شو اللي حبيت ما حبيت؟ فكرت احنا راح نقيمك. اوكي مثلا بدك تقيم ما حبيت عندك حبيته. خلينا نبلش منيح، خلينا نبلش شيء بالمنيح. يلا اوكي بس هلا حبيت انه كل واحد منكم عنده يعني هيك عنده انترست معين عم تحكوا فيه هيك يعني. مثلا عمر جماعه فوتبول وهيك يعني، فدا بلو مارلين انا كنت ب 2002 هنيك وهيك يعني. ف بدر كان بتحط انت قصص من الشو هون وهيك واللوجويات والاخرات هيك ذاتس جود هون تمام اوكي انت برجع لك. اوكي ميا حبيت انه من شوي حطيت انه يو شيرينج هون وهيك يعني. زيد يعني انت يعني انت كثير انفولد بهالمواضيع هون وهيك يعني، بس حسيتك مير بترانزيشن هلا اخر 6 شهور تغيرت شغلك وشغلك والبلاد اللي انت فيها وهيك شيء، فحسيت بالكونتنت تبعه لك عم يتغير هون على اساسه. وكثير عم جرب تكوني برايفت بكم شغله اكس هلو والاكس يعني بهالموضوع. عرفت كل حاجه عندنا في 3 دقائق على انستغرام. ايه هو هيك على الخفيف هون وهيك. اوكي شو اللي مش منيح؟ ما حبيته لسرحت وقعت اكثر يعني. انتم بوجودكم هون ككو هوستس خلص قررتوا تكونوا بابليك فيجرز يعني عندكم يعني الاسم
يعني ديجيتال بيرسونا، الماركه الشخصيه تبعولكم، فلما تكونوا هون على التي في المعين هون وهيك خلص صرتوا انتم مقررين ما نكونوا بالببليك ارينا، فاساسه العالم بتهتم فيكم اكثر، فهون انتم صار عندكم تشالنج بدكم تحكوا قصص بس انه ما حابين تحكوا فيها هون، فمع الوقت بدكم تفكروا بالقصص اللي حابين اللي فيكم تحكوا فيها ببليكلي مرتاحين فيها، وهيدي لانه الناس مهتمين تهتم فيكم طالما انتم صرتوا ورا الشاشه. هون سؤالي شو الموضوع؟ شو وين النستي؟ لا انا سؤالي يعني من حديثك، يعني واحد بيختار عن شو بده يخبر وشو بده يفرج للعالم، يعني وين الخصوصيه بعالم التواصل السريع؟ قد ايه فينا نكون عن جد؟ خلينا نتفق على شغله، كلمه خصوصيه وفيسبوك او خصوصيه على بنفس الجمله ما بيزبطوا يعني. فهلا ففينا شو بتعمل؟ في ناس بتهرب بتقول لا انا بدي اكون بعيد عن فيسبوك، او بجربوا يعملوا برايفسي وهيك شيء، هذا واحد عم بكبل حاله ما بتزبط. فلانه الموضوع بكون كثير ببليك، يعني بدنا نحكي انتم بتنقلوا المواضيع، يعني انتم كاشخاص او نحن الاشخاص ببيوتنا نحكي المواضيع يعني مرتاحين نحكي فيها، الأسس ما نخبر عنها، يعني والاسم مثلا يعني على فيسبوك اذا عندنا صوره مثلا شعراتنا مش ظابطين ما حنطلعها، عم نطلع صوره شعراتنا ظابطين من الجهه هيك، يعني هيدي النوع التنقايه اللي بتكون معينه هون وهيك، بس الناس بتحب تعرف شو عم نعمل بنهارنا. يعني مثلا فيكم تحكوا انتم انه لا انا حبيت موضوع هذا هون عم نحكي فيه اليوم، او مثلا بقصص الفوتبول فيكون واضح شوي اكثر بالقصص اللي عندك اياها هون، يعني كل واحد منا عنده اهتمامات معينه بيحكي فيها على اساسه، بس يعني حد الابديتس يعني في شيء من 2 دايز شيء كذا انه يعني اكيد بهاليومين يعني عملتوا 100 شغله. الفيسبوك بيعكس الاهتمامات بس انت بدك اياه يعكس اكثر واكثر، بدك أكتر وأكتر بدك عدد كبير من الابديتس، يعني عم تنصح بعدد اكبر من الابديتس. اكزاكتلي عدد كثير من الابديتات ويلي انتم بتحبوا تحكوا فيها مرتاحين تحكوا فيها اكثر، يعني قصص وكوقت ما انا مشكله وقت، يعني كانه مسج واتساب يعني ماشي انه انا ايم اون ستيج عم بعمل هيك هيك او عم نحكي بالموضوع هون شيء بسيط شيء صغير هون هيك على انت على الاساس. قلت لنا على كذا بلاتفورم، واتساب انستغرام فيسبوك تويتر تمبلر، ممكن نقعد لحد بكره، ايه اهم ثلاثه وين مرتاح انت؟ يعني اهم شيء كل واحد ريحته، يعني في ناس بترتاح لتويتر اكثر، في ناس على انستغرام حسب انتم ريحتكم قبل، بس بشكل عام عم نحكي يعني مش على كل هلا شخص. الناس بتفضل فيسبوك يعني عاده ديفولت هو فيسبوك هيك الثلاثه. لو هلا مثلا بتشوف مثلا بالامارات في عندك تويتر بحس لا. فيسبوك تويتر انستغرام كثير طاحشين هذول التوب 3 يعني صح. من الصغر ما شاء الله عليك، خبريني عن يعني منو وراء اكتشاف مروه راتب؟ بدايه عبد الله ابتديت في مسرح المدرسه، ما كنت حاطه في بالي اني ابغى اكون ممثله او شيء، بس تعرف وايد كانوا معلمات يصرون علي بتمثلين. كوني مشاغبه يعني في المدرسه يعني؟ ايه كوني كنت جريئه يعني مشاغبه كذا، فكانوا يشوفون فيني هذا الشيء مع اني انا ما كنت اشوف في نفسي. قدمت فزت في جائزه حمدان بن راشد للاداء التعليمي المتميز. ما شاء الله عليك شاطره يعني بعد طلعتي ها؟ لازم لا سوريه. تعالي هلا هلا بسيط سوريه طلع يعني في طبعا تربطني فيك علاقه اكيد يعني مهنيه طويله انا وانت، بس كان في كثير يمكن بعض الاوقات يقولون مروه راتب سوريه، مروه راتب لبنانيه، مروه راتب اكثر من جنسيه، مروه راتب اماراتيه كويتيه، ف الحين اقطعي العرق وصيحي دم على قولتهم وقولي يعني بالضبط سبت الكل يكون فاهم. زين انا اصلي سوريه، امي وابوي من ام واب سوريين، لكني من ولده ونشات هنا في دوله الامارات، لكن كوني ممثله اي دوله امثلها هذا شيء يعني اني انا انتمي لها، والاهم من هذا كله اني انا عربيه. اكيد اليوم هذا هو الاهم. انت مثلتي باللهجه الاماراتيه وباللهجه الخليجيه، بس كونك من اصل سوري او سوريه واجهتي مشاكل بالتمثيل مع الاماراتيات او واجهتك صعوبات وتحديات بهالموضوع؟ الحين يمكن في اي لوكيشن تصوير ممكن يتعرضون لمثل هذه المشاكل، لكن نحن الحمد لله هنا عندنا في الامارات او في الخليج بشكل عام شفت ان المشاكل قليله من هذه الناحيه، يعني نتعامل بالعكس كلنا كاخوات كزميلات نحب بعض، ما في عندنا عنصريه، ما في عندنا نقلل مقدر فلان عشان جنسيته او غيره، واكبر دليل هذا اللي انا وصلت له اليوم الحمد لله بفضل الله. لان الفن بشكل عام احس يعني حتى المطرب الفنان ما له هويه، شو ما يغني في النهايه هو فنان قاعد يقدم فن، بتنافس اماراتيات فبجوز انه يغالوا او لا ما يعني اذا انا مثلا مطربه هل مثلا انا سوريه لازم اغني اغاني باللهجه السوريه فقط؟ لا، التنوع او التشكيل في مسيره الفنان المطرب الممثل شيء واجب اساسي، وبالعكس اعتقد انهم يتمنوا لي الخير وانا بس كذلك بس يعني. هل تعتبرين نفسك انت من اهم الفنانات الموجودين في الساحه الاماراتيه والخليجيه الان؟ هي اوه ثقه يعني ما شاء الله. شو اول وظيفه اشتغلت فيها في حياتك يعني؟
هي بالفنادق كانت طبعا كانت شو وظيفتك كان في الفندق بالضبط؟ كانت بشركة فنادق الماريوت وكنت اشتغل على الريسبشن اذا بدك بالفرنت ديسك. بلشت من الريسبشن؟ نعم اي بديت لما وصلت سلة. مدير مبيعات اثناء الدراسه؟ لما وصلت اثناء الدراسه اي نعم اي ما شاء الله عليك بالهاي سكول طبعا منو فينا ممكن يشوف يعني في الريسبشن او شيء يعني يشوف واحد صغير يعني مزبوط لا بتشوف انا شغال في هالمجال تقريبا كل مدراء العالم في مجال الفنادق والهوسبيتاليتي بدوا من الريسبشن ما يستوي مدير على طول يمسك منصب لازم يفهم الشغلات البسيطه حتى لو كان دارس ايوه حتى لو كنت دارس لازم يبدا من الصفر بدك البراكتس كثير مهم طبعا انك تكون عملي مش بس دراسي بس حلو تشتغل في فندق احس راحه وكله مناظر وسياح لا صعب بنروح الفندق شوف انت بتتعامل مع ستة انكرز ازاي تخيل بقى بتتعامل مع كام واحد بيخش لك والله وهدول احنا مستعملين بعض يقولك فعلا طب والناس اللي فايته طالعه بالاوتيلات اكيد بتسبب في مشاكل كثير عندكم ايش هي يعني تعطينا فكره ايش المشاكل اللي بتسبب ما بنسبب مشاكل طبعا بيواجهوها الضيوف مثلا من ناحيه تنظيف كليننج ضيافه الاكل اليوم الضيف تغير جدا عن السنين اللي مضت اليوم الضيف عنده صار اكسبكتيشنز عاليه توقعات عاليه متطلبات اكثر طبعا لانه إذا نفكر بشغلة بسيطة مثلاً قبل 5 سنين إذا واحد واصل على المطار ولقى سيارة وحدا ماسك اسمه كانت واو مهم ما شيء مهم اليوم صارت هيدي توقع يعني إنه إذا ما كان موجود في شيء ناقص سو صارت توقعات زيادة وزيادة لما كانوا يخدونا بمرسيدس اليوم صار ميزراتي أو صار مثلاً يمكن هي المنافسة اللي صارت بين الأوتيلات كمان إنه رفعت الستاندردز بال طبعاً وجود عدد علامات تجارية بالسوق وعدد كبير من الفنادق طبعاً هذا بيخلي التنافس أعلى وأعلى وكل واحد بده يأخذ الشريحة الأكبر من الكل بده يكون كونراد هيلتون يعني طب الكل بده يكون والدورف أستوريا وكونراد هيلتون بالضبط أي وإيه السيرفيسز مثلا أقوى سيرفيسز بتقدموها علشان تقدروا أنتوا تكسبوا في الكومبيتيشن زي ما هلا قالت وفي التنافس اللي ما بين كل الفنادق بالذات مثلا في مدينة زي دبي الأنظار عليها عالية والتطلبات اللي زي ما حضرتك قلت كده بالضبط تطلبات المستخدم والكلاينت عالية طبعا ليك المستهلك أو الزبون اللي بيجي على الأوتيل عنده مثل ما ذكرنا قبل عنده توقعات اليوم اللي نحن بنقدم عليه هو اهم شيء هو الريكوجنيشن كيف انت بتقدر تكون عامل ريكوجنيشن للزبون اللي بده يوصل لعندك من عده مزايا مش بس عمليه نقاط وتجميع نقاط كل الشركات عندهم نقاط بس اليوم الريكوجنيشن بيوصل انه اذا انت جيت على الاوتيل والمره الجايه ما سالت شو بدك لانه كل شيء موجود وانت عارف البريفرنسز تبعولك هيدي شو بتفضل شو بتاكل شو بتشرب شو الصابون اللي بتستعملها شو الشامبو اللي بتستعمله بيرسونلايزد اكسبيرينس يعني كلها بيرسونلايز وكلها موجوده لانه اليوم كل شيء صار انديفيدجواليزم اليوم صح ماني بيبل بيقدروا يشتروا كثير عالم تقدر تشتري سيارات معك صح في كتير عام تقدر تشتري مرسيدس بيقدر يشتري فيراري بس كيف تقدر تعملها هيدي مميزة لإلك تحس ممكن أدق التفاصيل ممكن يعني تأثر في طب بتدرسوا مثلا الكومبيتيشن بيعملوا ايه برضو علشان أكيد. تعالوا عليهم وكده تبعتوا ناس مثلا على الفنادق التانية تبع هيلتون يروحوا على فندق تاني ويشوفوا أكيد بس أهم من ما ندرس الفنادق التانية بهمنا ندرس الزبون نفسه هو شو بيغير لأنه شو توقعات كل زبون الأذواق الأذواق تتغير نحن اليوم we are catering لإله مش للفنادق التاني عرفت فإذا أنت بدك توصل للقمة مش مهم أنه أنت تتبع شو عم يعملوا الفنادق التاني المهم أنه تتميز كيف أنت بتعرف أكتر شو الزبون بيتطلب أو وين هو عم يتجه Thank you.
وين تشوفها أنت طيران الاتحاد مقارنة بطيرانات أو الخطوط الجوية الخليجية والعالمية؟ وين تشوف طيران الاتحاد وصل اليوم في عام 2014؟ منتوجاتنا الجديدة بكون أقلل من مستوى طيران الاتحاد إذا أقول لك مش أفضل شركة طيران في العالم. ليش؟ أسبابه. أسباب مثل ما ذكرت، شركة طيران صار لها 10 سنوات في السوق، شركات كملت 30 و35 سنة، والخدمات اللي وصلنا فيها اليوم تعدت، مو بالله بس تعدت، أنت لو تشوف اليوم طيران الاتحاد ركزنا على different segment كاستمر، يبتدي من your kids للمسافر نفسه. ومن ضمن الشغلات أيضا اللي هم يقدمونها خدمات المواقف المجانية يعني للزباين، عشان أيضا يجذبون الزباين بشكل أكبر. يمكن كثير من المسافرين ضايقون موضوعنا مسافر وين بوقف سيارتي وغيره وغيره. طب شو الخدمات الإضافية اللي بتقدموها بالفيرست كلاس هلأ؟ الفيرست كلاس أعلننا من فترة على الريزيدنس، والريزيدنس يعني ضج، على سوى ضجة في عالم الطيران. وأنا صراحة يعني دائما أقول اليوم الاتحاد قدرت تخلق كونسبت خاص فيها، ابتعدنا عن الفيرست والبزنس والأكونومي. أنت رحتوا هلا على مرحلة تانية بخدماتكم. نتكلم عن الريزيدنس. الريزيدنس هو عبارة عن، أنت هلا عم تحكي عن خدمات إيوان؟ خدمات الإيوان يعني عن جد أخذت ضجة فظيعة. الخدمات الإيوان كان تعتبروها من أفخم المساحات اللي على الفخمة على أي متن طائرة، صح؟ أول شركة طيران، وأنا أقولها بكل ثقة، أول شركة طيران تعلن عن 2 cabins and 1 cabin. يعني الريزيدنس اللي هي الإيوان بتكون كرسي، لا يعني مساحة يعني كاملة متكاملة لمسافر الإيوان. من أول ما ترفعين التليفون كمسافرة اليوم، أول ما ترفعين التليفون تطلبين حجز الإيوان أو الريزيدنس، راح تتقدم خدمات الكونسيرج، راح تكون الشخص اللي راح يخدم مسافر الإيوان مش مضيف عادي نفس اللي يخدم الفيرست كلاس، ما نتكلم خاص يعني. ما نتكلم عن البزنس ولا الاكونومي، ما بيكون نفس المضيف اللي راح يخدم يعني your neighbor في الفيرست كلاس. وصلتوا لافخم رحله على متن طائره، هل نقدر نقول هاي افخم اكسبيرينس، تجربه على متن طائره؟ ومش نحن اللي نقولها، هذا الافيشن، عالم الافيشن هو اللي يقولها. بس بتعتقد يلي المسافرين يلي بيكونوا رايحين رحلات قصيره معقول تجذبهم هيدي الخدمه، خاصه انه عم نحكي عن يعني سعر البطاقه بيكون شوي عالي تقريبا. تكلفه انا عم يتدللوا بس كمان بنفس الوقت تقريبا تكلفه التذكره راح تكون على لندن، اعطي المثال على الون واي، تقريبا في حدود $20,000، لكن $20,000 لشخصين مش شخص واحد يعني تقريبا. ايه الشخص المسافر اللي يشتري الريزيدنس راح يشتري كابينه، سكن بيشتري فندق، غرفه فندق 7 ستار او 5 ستار بالضبط. بس بهالاسعار هاي اللي عم تطلبوها المرتفعه كثير، لمين عم تتوجهوا بسعر التذكره هاي المرتفعه؟ لمين عم تتوجهوا؟ في شريحه معينه او عندكم هدف معين الاشخاص؟ اكيد اكيد كل شيء مدروس. وإذا نقول اليوم ما راح يكون في لها شريحة إذا ما لها كاستمر، معناته الطيران الخاص لازم يسكر من السوق. I couldn't have known you were about to leave me that day. In a moment everything changed without a trace. You just let go. I wish that you were here with me. How can I forget that it's you that I still think about? All I'm asking for
is to close my eyes and touch you once more, once more, once more, once more. انا كثير حبيت بكيوبارا طبعا من المطاعم اللي عن جد استمتعت فيها كثير. فكره الفيوجن بين الشرقي والغربي يعني عن جد انه قد ايه غريب مثلا تاكل صياديه بس مع بلاك كود. بلاك كود جابانيز الصياديه اكليه عربيه. انتوا اذا بدكم تصنفوا حالكم بتقولوا انتوا مطعم شرقي او غربي او بتقولوا نحن مطعم فيوجن؟ لا مطعم فيوجن للشرق والغرب يعني للاثنين يعني للكل للمواطنية وللسواح. طيب مين بيقصد كيوبارا بالعموم يعني مين الأشخاص اللي بيقصدوا مطعمكم؟ كمراحل عمرية ولا كجنسيات؟ كجنسيات و كمان للكل بس أكتر شيء عم بيتابعوا تجاهنا المواطنية أهل البلد عم بيحبوا كتير هالفكرة عم بيتقربوا على فكرة الأجنبي أكتر which is very good وبذات الوقت الأجانب عم بيتعلموا الكالتشر تبعهم بيعتبروا سياحة يمكن الأجانب ايه. جزء من السياحة بعضهم عم بيتعلموا شو العربي شو طبعا. ليش عربي ليش فاين هلا عم تقدموا أشياء جديدة ومبتكرة ايه. بس ما بتعتقد شوي الأسعار مرتفعة عندكم عادي أنا عدقت الأسعار هذه اللي هي ما هو بدنا نرجع بدنا نوصل لهون أوكي بس ما هو لأنه عشان نعرف يعني إني ولا ماني لا أهلا وسهلا فيكم بنظبط شيء ماكسيموم بس لا الفيوجن الماركت برايس بدبي حتى بالعالم عندها certain market it's a fine dining يعني fine dining أكتر بتختلف عن casual فلا الأسعار مثل غير بس أنا برضو روحت الأسعار ممكن نقول إن هي ماشية مع الماركت بتاع الفيوجن موافق والديزاين والديكوريشن بصراحة روعة ولكن الحاجة اللي أنا استغربت منها لما روحتها وضايقتني بصراحة كانت إن البورشنز بتاعت الأكل كتير كتير صغيرة صغيره ايه لان بدنا اياك تدوق كل البورشنز هي اتس ا شيرينج كونسبت يعني لازم فيك تروح شخصياً ذا كلتشر اوف ذا ديشز ما لازم بس تركز على صحن لك لازم انتوا ما جالكوش اي كومنتس على موضوع ان البورشنز لا صراحه بتحاولوا تظبطوها يعني طلبت كام حاجه مش عايز اذكر بالظبط ايه اللي طلبته بس طلبت كام حاجه وكانت صغيره قوي بصراحه يعني ايه في كم لان تدوق هي موضوع تدوق صراحه تعشى ولا رايح ادوق ايه يعني بصراحه يعني انا رايح اتعشى حسب شهيتك اوكي بس لا بس في حاجات تختلف تختلف يعني نحن هيدي اختراع بدنا العالم تشوف اولا اذا بيناسبهم هالكوزين اوكي هيدي وبعدين اذا حبوا بيطلبوا فيهم يطلبوا زياده يعني شو هالمشكله يطلبوا زياده غير حافظ على نشاطكم على شرطه بس كده بس بركي ما حبوا هو ده الرد شفت الرد عندكم اختراعات على رشاقته يعني لازم تشكروا لجوي اختراعاتكم فظيعه عن جد يعني مثلا عندكم التبوله شوت اللوبستر كبه كثير قصص مختلفه طعمه حلو هلا يعني التيست فيري جود الاكل طعمه حلو مزبوط 100% بس انا سؤالي انه يعني بدي اعرف كيف اني بهال الاكل طعمه اكل طيب الاكسبيرينس يعني مشيت الاكسبيرينس هاي اختراع العالم بعد ما استوعبت هالفكره شو اريبيان فيوجن نحن طرحنا هيك نعم وانت عم تجاوبني انه طيب وبيمشي يعني ممكن انت تشوف بحياتك تمشي عالميا فينا ناخذها لهال ايديا للعالم اكيد أوكي. انا بحس كثير فكره ما هو هذا اللي جربنا نعمله لان بالاول كيف تختاروا الشفيه لهالكوزين يعني انتم عندكم مثل ما قلنا الشيف اجنبي وفي عندنا سو شيفس معهم عربي هي سوبر هوب بس لحتى اعرف عن سوبر هوب بالضبط توعيه ومبادره لنساعد الاطفال اللي عم بيعانوا من شين الحياه
وعم نخليهم يصيروا ابطال. فحتى بنحط الفكره براس من انت مش شخص عم بتعاني، انت بطل لانك عم بتخاوي المعاناه. فلما انت تكون فلما انت شخص عم تكون قاعد مع الطفل وعم تتحاور معه وعم تساله اسئله وعم بتنسيه انه هو مريض، يعني نحن اول تارجت تبعنا كان اطفال السرطان، فبتنسيه انه هو مريض، ما بتذكر له انه انت مريض، ما بتقول له من شو بتعاني، انت قاعد معه عم بترسم له لوحه ايجابيه. وفريلانس يعني يمكن الناس يفكروا انه فريلانس يعني شغل نوعيته ما منيحه او سعره قليل، بس لا مش مزبوط. يعني الفريلانسر في يكون شخص خبير بنوع معين، في جمع يعني فلوس، يعني في فيك تعمل يعني يربح. مكلف يعني ها ممكن يكون مكلف يعني الفريلانسر يكون اكيد expensive. لانه يعني هذا الشخص خبير بشغله معينه. طب البروفايلز تبعون الناس اللي بتتقدم على طلب الفريلانسرز از ات لايف ولا بس سي في؟ لا مش سي في، انت بتحطي، نحن عندنا اياها سكيل بيس، يعني بتحطي مهاراتك. يعني في شخص يكون عنده أكثر من مهارة معينة، مثلاً أنت فيك تعملي فويس أوفر يمكن، وفيك تعملي ما بعرف جرافيك ديزاين، سو بتحطي أنت المهارات تبعك، وبس يكون في شغل بيتناسب مع المهارات تبعك نبعت لك إيميل بنقول لك إنه في هيدي الوظيفة، are you interested؟ The whole okay. package with the pricing and everything. لا أنت أنت بتقدم اللي بتحط الوظيفة بيكون حاطط بادجت، بكون قايل مثلاً أنا البادجت تبعي $1,000 وانت بس تقدم على الشغل بتقول انه انا مستعد اعملها ب 750 او ب 1200 او موقعك كثير حلو لولو، بس كنت اسالك بينافس مواقع اجنبيه؟ يعني مثلا انت هون عم تتوجهي لاي بلدان؟ يعني مين ممكن يلاقي وظائف بهالويب سايت؟ يعني اكيد التركيز تبعنا على الشرق، على المنطقه العربيه والشرق الاوسط، لان احنا بهمنا انه نامن وظائف للناس اللي عايشين بالمنطقه، مش انه عايشين بغير بلدان. في مواقع اجنبيه بتنافسك مثلا او بتنافس؟ في مواقع اكيد اجنبيه بتنافس، بس هالمواقع الاجنبيه بتختص بانه تامن اشغال لناس يعني بالهند وبباكستان وبهالمناطق مثلا. ايه انت موقعك عم يستفيد منه اي اكثر بلد؟ هلا اكثر شيء عندنا الامارات، اكثر نسبه عندنا 60% من الاشخاص المسجله من الامارات، بعدين عندنا لبنان، الاردن، مصر والسعوديه، هول اول 5 بلدان. وجنسيات الناس اللي عم تدور على وظائف نفس الشيء ولا لا الجنسيات بتختلف شوي؟ اسمه ريتا كان عيدا في فمي، جسمه ريتا كان عرسا في دمي، اسمه ريتا كان عيدا في فمي، جسمه ريتا كان عرسا في دمي، وأنا ضعت بريتا سنتين وهي نامت فوق زندي سنتين، وتعاهدنا على أجمل حب واحترقنا 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 في لبيذ الشفتين، وولدنا مرتين في لبيذ شفتين، وولدنا مرتين. أمي نامت عبكي وسكر بي البوابة، وأنا هربت من الشباك وجيت العيد العزابي. أمي نامت عبكي وسكر بي وأنا هربت من الشباك وجيت العيد.